نبدأ بقى عن الجامع الأزهر. ليه نقدر نقول إنه من أهم المساجد في مصر؟ الأزهر عمره يعني بالهجري حوالي أكتر من حوالي 1080 سنة، وهو رابع جامع اتعمل في مصر الإسلامية، ده الرابع على مستوى مصر. ومن ساعة ما اتبنى وهو اتبنى كجامع وجامعة مازال الموضوع ده لغاية دلوقتي. يعني حتى واحد من المؤرخين المصريين كان بيقول في العصر الحديث، بيقول انا بسلم على واحد في دولة في شرق آسيا فسلم عليا، فبقول له انا من مصر، بعرفه بنفسي. فالراجل اول كلمة قالها بلد الأزهر الشريف. فهو مرتبط في أذهان يعني الطلبة اللي موجودين دلوقتي اللي بيجوا من شرق آسيا ومن وسط آسيا. عندنا طلبة كل سنة بعشرات من الآلاف من أفريقيا، من جنوب أفريقيا، وسط أفريقيا، كل العالم الإسلامي. في الأزهر هو أكبر وأهم وأقدم، يعني من الأقدم، محافظة على حالها لغاية دلوقتي، جامعة إسلامية على مستوى العالم. وده هو لما تقول لحد أزهر يعني مصر، ومصر يعني الأزهر.